السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدموا بريوش بلا كريم باتيسيير والشوكولا، وندوزو لطريقه التحضير. دابا غندوزو لطريقه تحضير بلا كريم باتيسيير. عندي جوج بيضات، عندي 100 غرام ديال السكر سنيده، عندي نص سيترو ديال الحليب، وعندي 45 غرام ديال مايزينا، عندي جوج خنيشات ديال لافاني 15 غرام ديال لافاني. وندوزو لطريقه التحضير. دابا غندير الموس ديالنا، وغندير الحليب، البيض، سكر سنيده، لافاني، المايزينا. دابا غنسدو ديالنا وغنديرو فيتاس 8 مدة دقيقة تميلونجا. دابا الربو ديالنا وقف، نحلو نشوفو تميلونجا مزيان، نعاود نسدو عليه. درنا فيتاس 4 90 ديال الحرارة مدة 12 دقيقة. بسم الله، استقيت طلعت فينا صراحة ريحة ديالها بينا زوينة. غنديروها دابا، غنصبها هنا وغنديروها في التلاجة مدة 24 ساعة. غنديرو لها فين المونتيغ، غنديرو في التلاجة لمدة 24 ساعة. خاصش يدخلها البرد، خاصكم تهبطو عليها بحال هكا، الهوا مخصوش يدخلها. ندوزو نقدمو المقادير ديال البريوش. عندنا 450 غرام ديال الدقيق، عندنا 120 غرام ديال الحليب، عندنا 60 غرام ديال السكر سنيده، عندنا جوج حبات ديال البيض، عندنا 100 غرام ديال الزبده، عندنا 3 قا ديال الملح، وعندنا الخميره 15 غرام ديال الخميره، 100 غرام ديال الشوكولات كحل، وعندي صفر ديال البيضه وشويه ديال الحليب. ندوزو لطريقه التحضير العجينه ديال البريوش ديالنا. دابا ندوزو العجينه، الموس ديال العجينه، نكبو الحليب، ندوزو الخميره، نديرو الزبده. ثلاثة 40 ديال الحرارة مدة 5 دقائق. باش ندوبو الزبدة وتخلط اومينتو مع الخميرة والحليب. خليه فوالا، كما كتشوفو الزبدة ديالنا ذابت. دابا غناخدو الملحة ديالنا، غنخلطوها مع الدقيق. ندوزو ناخدو البيض، ونديرو الدقيق، تقدو تعجنو في أي شي، أي عجان، ماشي على الدوب والزبدة وداكشي، تعجنو
يديكم بالعجان اللي بغيتو، ونديرو السكر درتو في فيتاس جوج مدة 10 دقائق. شوفو العجينة ديالنا، هاد الكاس مزيان شفتو، دابا نحيدو الموس باش نديرها تخمر. نجرو العجينة ديالنا كلها الوسط من حيدنا الموس، دابا نديروها تخمر، نديروها 30 ديال الحرارة مدة ساعة وعشرة دقائق. بغات لي العجينة دابا نجبدوها، اللي ما عندوش العجان تيخمر بحال عندي يديرها في التيبيغواغ ويسدو عليها بين ساعة لساعة وربع وتجبدوها عاود بالمخمرات. بسم الله، رشو عليها شوية ديال لافارين ونبداو نطلقو العجينة ديالنا. خصنا نديروها على شكل مستطيل بحال هكا، نطلقوها ما تكونش غليظة، تبي تشوف السمك علاش غنكون. من بعد ما كملنا لاباط ديالنا طلقناها، غنمشيو نجبدو لا كريم باتيسيير من الثلاجة. جبدنا لا كريم باتيسيير ديالنا، خاصنا ضروري نخدموها قاصحة خصها تبقى بحال هكا. دابا جبنا لا كريم باتيسيير، دابا غادي نسرحوها، لكن نخلو شويه ديال الجناب باش هو اللي غنطوب فيه من لاباط ديالنا باش ما تخرجش لنا لا كريم. طبعا كملت ليطالاج ديالي، دابا ندوزو للشوكولا نواخ. ملي درنا الشوكولا كملناه، دابا غنحاولو نخدمو على شكل بودان بحال هكا. بقاو غاديين أو تنلويو بشوية بشوية. دابا درتو على شكل بودان، غنقطعو بحال هكا طخونش صافي غسيل. ملي غنبداو نحطو خصنا نديرو العجينة ديالو الملاقية ديالو من الداخل. خدينا الصفر ديال البيض اللي مع شويه الحليب، غنزيدو عليه قطيره ديال الحامض،
نقلبو مزيان. نجيو ديريكتومون ندهنو. فوالا دابا كملنا دهنا بالبيض، غنديرو يخمر واحد نص ساعة، غنغطيوه دابا. نزيدو هاد شوية البيض اللي بقى ليا من خمرات، غادي دابا نديروها في الفرن مدة نص ساعة، ولكن غنديرو في الفران سخون 180 درجة. دابا سخنا الفران ديالنا، درناه في درجة الحرارة 180 وسخناه، وغنديرو مدة نص ساعة طيب. هاهو البريوش ديالنا وجد، جبدناه من الفران، صراحة راه كتجي لذيذة ومفشفشة. ان شاء الله دابا نقطع عليكم دابا طريف وتشوفو. شوفوا البريوش ديالي كي جات، راه مفشفشه وخفيفه. كنتمنى الوصفه ديالي تكون عجبتكم، ونتمنىكم تجربوها، راه لذيذه. ايوا، الى اللقاء.